يا خسال انتبه بتاع جنجويد، يا خسال يا سراوي للجنجويد، يا جونجو جنجويد، يا واكلين كده كوراجدانا بتاع جنجويد. قلنا لكم الفاشر فاشر شنب الاسد، ادخلوا يدخل سمين ويطلع باطل، يدخل سمين ويطلع باطل. الله اكبر يا الله اكبر يا شباب، والله تحيه لكم يا ناس الغربيه، تحيه لكم يا ناس مشتركه، يا ارد ارد دقوا جوا قوات خشن. الله اكبر يا والله فرحت قلوبنا وفرحت قلوب كل شعب السوداني، وربنا ينصركم زياده. الان لسه ما انتهت، لكن والله بشريات خلانا نطلع نقول من الفرح انه ذاك الجنجويد كبار الجنجويد البح لكم كل يوم. الليله والله نديكم عبد الله يعقوب، علي اخو علي يعقوب، دنيا زايله دنيا نايمك زايله، الحمد لله دنيا زايله ونايمك زايله يا عبد الله يعقوب، ده واحد. محمد لا محمد بشير، بشير محمد زين، الله الدنيا زايله، بشير محمد زين دنيا زايله. ادريس ادريس هرقو هرقي، والله دنيا زايله. الله اكبر يا ادم دود يعقوب، دنيا زايله. أربعة من كبارهم، أربعة من كبارهم أخو علي يعقوب، وقل لهم ولسه التابور شغال، وأخوانكم في المشتركة شغالين، وقوات المصلى شغالة في الفاشر. رابشروا يا شباب، والله نصر من الله، أقسم بالله نصر من الله. وتحية لكل أبطال المشتركة الآن في كل المحاور اللي خارج الفاشر، ماشيين متواصلين يوصلوا لجنجويد في مكانهم الجايين منه. تحية لكم يا شباب، ده نصر للسودان، وده نصر لأي إنسان مخور من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء فاشر. قلنا لكم ما تجوا يا جنجويد، أنا هنجوكم بعد في محلكم، والشباب حلفوا والله قالوا حتى تعليم ماشي لهم. الله أكبر، الليلة دايرين دايرين كلهم. يا ربي أهلكم جميعا، أهلكم جميعا بما فيهم المتبلاتية اللي هم أشد كفرا من الجنجويد واشد حقدا من الجنجويد. على انتصار مشتركه، على انتصار قوات المصلى. والله نقول يا اسراء يا اسراتا شكرا لك، كلام اللي قلته ده اخوانا قاعدين بيطبقوه بالحرف الواحد. باذن الله السودان دي خالي من الجنجويد، خالي من الكدايس، خالي من خسائر السراويل، خالي من تبالين. الله اكبر، وعزه للسودان للمشتركه والجيش في الفاشر. والله اقبال عبد الرحيم لا ما بعيد، والله ما بعيد، اقسم بالله ما بعيد. كلام اللي نقوله لك ده صدقوا يا اخونا. عقبال لعبد الرحيم دقله والله ما بعيد. عبد الرحيم دقله قايل ببرك من قد ابره، لكن ان شاء الله المشتركه ساهيه وشباب قواتنا المصلى ساهيه، والله هيجيبوه. ونصر الجو الان شغال فوق، وديل شغالين تهد فيهم الجنجويد الليله. جنجويدكم خلوا عرباتهم وجروا، والله لو شفتوا ما والله تستغربوا. لسه هنا بسبب ممنوع نعرضه، لكن والله يا جماعه لو شفتوا وجري دنقاس زي ما بيقولوا، والشفشافه جابوهم من انحاء العالم عشان يغزوا به الفاشر، والله كلهم. وان شاء الله شوارع الفاشر دي والله كلها مليانه جنجويد، وباذن الله اخوانكم في نصر الجو ما وقف شغال، هسي هسي نتكلم معكم شغال. اخوانكم في مشتركه قال طلعوا جروا من الفاشر، طلعوا معهم برا الفاشر، برا الفاشر طلعوا معهم برا الفاشر. والله يا جماعه نذكركم، نذكركم يا جماعه، ادم دود يعقوب الشيب بيسموه شيباني، بشير محمد زين حسب النبي. الله دي عبد الله يعقوب، ها لسه السيد السمين، لسه والله جايينكم يا سيد السمين حبيبي ريكا وصفان. الله صفا دي بنتوي في دارفور، صفا بنتوي في دارفور حبيبي ريكا وصفان. وعبد الرحيم دغول ولا فين دواي فاشر دين، والله جايكم الدور، وان شاء الله ما من بعيد قريب قريب. ابشروا يا شباب، والله ابشروا، مشتركه فوق، جيشنا فوق، وربنا ينصر شعب السوداني وجيش السوداني والمشتركه، كل من رفع ضد هؤلاء الاوباش كلهم ان شاء الله واحد ورا الثاني. بس اوريكم انه بشرات النصر، بشرات النصر شايفينه بويننا، والجنجويد قاعدين بيروحوا كل يوم. فاشر شنب الاسد، فاشر تغش سمين تطلع باطل، فاشر ها والله فاشر ابو زكريا دي ما حتخش على جنجويدي لو بقيت شنو؟ لو كررتها ده 135 مره، 135 مره كررتها في الفاشر، لكن فاشر فاشر عسيه، فاشر عسيه. واقدر اقول
ليس خسالين السراويل 137 مرة. يا خسالين السراويل بتاع جنجويد يا أبو أخ الجنجويد اللي تتبروا لجنجويد عشان هلكم تتبروا لجنجويد عشان جنجويد احتل الفاشر تتبروا لجنجويد تدوا الإحداثيات تدوا المعلومات لكن ما انتوا كلكم هتوه. نعم يا أخونا والله سيئة لك 137 مرة يا جماعة والله الفاشر ده أسين قواتكم سامدة ها والمشتركة سامدة والأرض أرض سامد نعم أي نعم فيه ناس نفقد ناس لكن نحن تمن الفرحة تمن الفرحة بتاعتنا ننسى أخواننا الذين بيستشهدوا من أجل هذه الوطن في كل المحاور ربنا ينصره في جزيرة في مدني ها في مدني في جيلي والله يا رب يا رب انصرهم نصرا عزيزا مقتدر عشان يفرح قلب كل انسان اتألم من هؤلاء الشفشافة اتألم من هؤلاء الديمقراطيين الجدد ديمقراطية بتاعت السرقة والنهب لكن هيوريكم المشتركة الافلام اللي انتم كنتم ما عارفينه المشتركة الان خير وضعه تماما والله خير وضعه تماما مشتركة هتسمعوك بعد شوية ان المشتركة الليلة اجماع قيادات كبيرة زي ابراهيم بهلول ابود ادم خاطر هم القايدين بقود المعركه بانفسهم الله اكبر عزة للسودان الله اكبر والعزة للسودان سوداننا فوق وتزر راسنا مرفوع طول ما نحن موجودين سوداننا ده بكون مرفوع طول ما الجيش موجود راسنا بكون مرفوع طول ما بكون مشتركه موجود راسنا مرفوع يا جماعه الناس اللي بيقولوا مشتركه والجيش يا جماعه دي حاجه ومسميات مسميات لكن الان حس وطن كلهم واحد كلهم رافعين نعم فضل حسن سكو الله يخليك لا لا والله هسي خايمة تطول لسه الخايمة اللي ما جانا عشان كده أنا طلعت أفرحكم يا شعب السوداني وأديكم بشريات الياقوب أخوه جابه شيباني كلهم ماشيين في صف ما بحلكوا إلا الكبار والصغار الشفشافة أجابوا خشوم من التشات خشوم من وادي صالح خشوم من وين من أمدافو كلهم جايين يشبشبوا لكن فاشر ده لو دار تشبشب بنت روى ها 23 لو دار تشبشب حاجات شينة ما تشبشب حاجة تلقى عربية مواطن ولا بيت مواطن والله يشبشبوك انت في الأول وبإذن الله مشتركاتنا فوق وجيشنا فوق وربنا ينصركم يا شباب والناس تشير أخواكم منتصرين والآن أخواكم برا الفاشر ورا جنجويد محل ما وشوا كان ماشي الكومة بالحقوم كان ماشي الدين بالحقوم وربنا ينصرهم وأبشروا يا شباب لحد ميسا تسمع أخبار سارة أخبار سارة الباقية ما دارين نقول لكم فقط الليلة ما يدور في الصباح دي في الفاشر ومن أمس واليوم جنجويد ها والله دي تذاكر ذاتهم بقت ما في مجال ما في تذاكر انتهى والتذاكر ما بودي إلا درجة أولى ما قاعد بودي درجة ثانية يا جماعة والله تذاكر بتاع مشتركة دي إلا درجة أولى الله يلا تهية يا شباب يا جماعة أقسم بالله لكم التهية وقلتنا أن قلوبنا يكون فرحانة وأمرنا والله أنا ما سيجي اليوم لأنه اليوم هم جوبوا ودي النهار كان قلبوا بالمساء بيجوا يخشوا بالليل لكن الليلة قلبوها بالصباح لكن الصباح اليوم أداتهم الدرس يا ناس سفروا يا جماعة والله فرح فرح ما بعده فرح وأي شفشافي وأي حامل أبريك على بتبو الحجر يا على ادريس نقول لكم والله الفاشر دي لو تبلتوا لجنجويد ولو جيتوا انتوا خليكم افهموا كويس يا تبالين يا عبد الواحد يا طاهر حجر عبد الحج ادريس لو انتوا كلكم قمتوا جيتوا مع جنجويد فاشر قاعد اسيء عليكم واسيء على اي خاين واسيء على اي واحد اكل كره جداده في اهله نقول لكم كره جدادتكم دي والله الا تاكلوها سما ذات البروج اي زول اكل كره جداده من جنجويد وبدي واقف مع جنجويد والله الا تاكلها سماجه وتبروج ما في هنا ارد دي كره جداده بناكل ما في سودان اسيء عليكم واسيء على اي جنجويدي كلام ده خدته كويس يا الهادي ادريس يا نمر كلكم تسمعونا كويس وتعرفونا كويسي كويس جدا نعرفكم جوا بطونكم والله السودان دي تاني ما تخطوها كرهينكم انتم تكونوا حايمين زي القحاطه من فندق لفندق تكونوا حايمين الخليتهم الهسي الواقفين مع جنجويد والبجوا مع جنجويد كل يوم انتوا قايلين الناس ما عارفين البجوا مع جنجويد متخبين ها البجوا خشوا الباشر متخبين مع جنجويد قالوا الناس ما عارفينكم ما كله عارفينه لكن قدام سوداننا فوق سوداننا فوق وتظل فوق على اي خاين على اي جنجويدي على اي قحاتي
على اي حزبي على اي بتاع حركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المتابعين قناه الاخبار 24. الامم المتحده تقول ان هنالك 700,000 نازي تتعرض حياتهم للخطر بمدينه الفجر بولايه شمال دارفور بسبب القتال الدائر بين بالمدينه منذ اشهر بين الجيش وقوات الدعم المصري. واكد وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي محادثات موقف مصر تجاه السودان والذي يتركز على الدعم ومؤسسة الدولة السودانية مشددا على حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية. واستعرض الوزير لدى لقائه المبعوث الأمريكي للسودان بواشنطن جهود مصر لحل الأزمة في السودان مشيرة إلى استمرار مصر في فتح أبوابها أمام الأشقاء السودانيين الفارين من ويلات الحرب. شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد حسن دهب على أهمية الاستمرار النشاط الأكاديمي والدراسة الجامعية بكافة مؤسسات التعليم العالي مشيرة إلى تشجيع الوزارة للدراسة في الولايات الأمنة. شكرا جزيلا أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.